طيب، يسعد مساءكم جميعا. إذا الصوت واضح ومسموع، يا ريت كلكم تكتبوا لي بلس 1 على الشات. طيب، أوكي. اليوم إن شاء الله بدنا نحكي عن كتابة مقترحات مشاريع العمل الحر. طبعاً هذه الأشياء بحب إنه أنا أكد عليها إنه هاي الشغلات ما فيها صح وخطأ، وهي عبارة عن آرت أكثر ما إنه هي عبارة عن ساينس. يعني ما بنفع إنه أنا أحكي إنه أنت في عندك خطوات عملية إنه 1 2 3 وهو هذا صح وغير هيك خطأ. لا، فأنا يعني بأكد على هذه النقطة قبل ما أنا أبدأ أشرح هاي الشغلة. أنا بحاول أعمله إنه أنا مجرد ما أنا بدي أدي لك كيف الشكل العام اللي ممكن إنه يكون البروبوزل اللي راح تكتبه كيف راح يكون شكله. تمام؟ طبعا بناء على هذا الكلام، انه الاساينمنت المطلوب منكم بدك تحاول انه انت تتقيد بهاي البنود اللي احنا حطيناها، تمام، عشان انه يكون التقييم موحد للجميع وعادل للجميع. لكن برجع باكد، هاي الشغلات في الحياه العمليه او انه انت لما تشتغل كفريلانسر ما فيها صح او خطا، او ممكن انه انت تكتب بروبوزلز بصور مختلفه. بحب أذكركم إنه لو في أي حدا عنده سؤال أو استفسار، ممكن إنه هو يرفع إيده على الزوم، وساعتها إنه أنا بسمح له إنه يفك المايك، أو يعني بسمح له إنه هو يفك المايك تبعه ويسأل. فممكن إنه يكون من خلال الشرح زي هيك. أوكي، في عندنا ناس رفعت إيدها من البداية. في حدا رفع ايده؟ ما في حدا. ويفترض انه اللي بيرفع ايده انه بيظهر انا عندي فوق، لكن ممكن يجرب حدا يرفع ايده، بس انه انا بدي اتاكد من الشغله هذه. اوكي، تمام، خلص خلص. اوكي، ممكن تعملوا كلير. رفعت ايد. الان اللي عنده سؤال او استفسار قبل ما نبدا، انه ممكن هو يضل رافع ايده، ممكن اسمح له انه هو يفك المايك تبعه. اوكي، جمال على ما اعتقد، اتفضل يا جمال، ممكن تفتح المايك تبعك وتسال سؤالك. أوكي، جمال ما عندوش سؤال. أسيل، أسيل ممكن تفك المايك الآن وتسألي سؤالك. بالنسبة للموجود على الموديل وجبتين تسليمين، اللي هو الأول كتابة مقترح والثاني كتابة مقترح 4، شو يعني؟ إيش الفرق بين هذا وبين هذا؟ هشرحهم بعد ما أخلص الشرح، هشرحهم. تمام، أوكي. الآن نبدأ بأول خطوة. أول حاجة بدنا يعني في كتابة مقترح، في كتابة المقترح أول خطوة إنه بده يكون في أنا عندي السلام أو الجريتينج، تمام، بصور المختلفة، سواء بدك تحكي هاي أو هلو أو أي صيغة أنت بتشوفها إنه هي مناسبة، تمام. بعديها النقطة الثانية، إنه ask the client for a hunting question، وهي بالمناسبة إنه مش بتزبط في كل البروبل، يعني حسب ما سألت مدربين فريلانسر بيشتغلوا في هذا المجال،
هذه الشغلة إنه هي ريسكي، وعشان هيك أنا حطيتها أوبشنال، بمعنى إنه مش كل المشاريع بنفع إنه أسأل سؤال أو يعني أوجه سؤال للكلاينت. طبعا المغزى في الموضوع هنا إنه hunting question، أنا بقصد فيه إنه أنا زي بدي أحاول أشبك معاه محادثة قدر الإمكان، بحيث إنه أنا أسأله معلومات عن المشروع أو أسأله يعني سؤال ببين إنه أنا كتير فاهم إنه أنت بدك كذا ولا بدك كذا، يعني زي هيك، بحيث إنه أنا يعني أحاول إنه أنا أستدرجه لمحادثة، ومش في كل الأحوال إنه هي بتزبط، فعشان هيك إنه هاي ريسكي وما تحاول إنه أنت تعملها في المرحلة الحالية، فعشان هيك إنه حطيت لك إياها إنه هي أوبشنال. لكن ترتيبها انه بيجي بعد الترحيب بالضبط، انه انا بحكي له هلو انت اللي بدك اياه كذا ولا كذا، بهاي الطريقة. فعشان هيك انه انا حطيتها، انه برجع بكرر كلامي انه هي ريسكي ومش الكل بيقدر انه هو يزبطها، الا اذا انت فعلا كنت متمكن وعارف انت من البروجكت ديسكريبشن شو التفاصيل اللي هو بده اياها، وعشان هيك انت رحت سألته مباشرة بدك كذا ولا بدك كذا. تمام، الآن ننتقل للخطوة الثانية، إنه show some relevant experience. تمام، أكثر experience إنه هي ذات علاقة للمشروع المقترح، وهنا مطلوب منك إنه أنت تورجيه بعض اللينكس اللي موجودة عندك للمشاريع المشابهة، سواء كانت هذه من البورتفوليو على منصة الأبورك تبعك أو على الجيت هاب أو على البي هانس أو الستاك أوفر فلو أو وات إيفر من هاي الشغلات. مريم أو مرام، أو تفضلي شو سؤالك؟ اعملي انميوت للمايك واسألي سؤالك يا مريم أو مرام. المايك عندك، افتح المايك. في عندك سؤال ولا لا؟ اوكي، طيب هذا الكلام طبعا احنا حنشوفه في مثال حكتب امامكم الان مقترح مشروع، يعني حنشوف كيف انه راح تكون هذه الامور. طيب الخطوة الثالثة، إنه أنا بدي أعمل بريك للبروجكت into يعني into steps. تمام، نبدأ أحط كوما وبدي أعمل estimate للtime والcost. طبعا هنا لازم إنه أعمل بريك للبروجكت into steps، أو ممكن إنه إحنا نسميها هنا milestones. تمام، هذه اغلب المشاريع او اغلب المنصات انه هي بتسمح لي انه انا اعمل يعني مايلستونز، واحدد كل وحده انه قديش بدها كل فتره وقديش تكلفه كل وحده. فبالتالي انا بقسم لك المشروع لثلاث مراحل. اول مرحله انه انا بسلمك التصميم وهذا عليها الجد تكلفه وحياخد مني اسبوع. تمام، والمرحله الثانيه حتكون يعني امبلمنتيشن وحتكون تكلفتها هالقد تاخذ معي اسبوعين وهكذا. تمام، فبالتالي الستبس هدول مطلوب انه احنا نعمل استيميت للتايم والكوست. طبعا هذا الكلام اذا كانت الريكويرمنت افيلبل وواضحه، يعني الريكويرمنت متوفره او موجوده او واضحه في البروجكت ديسكريبشن. اما اذا ما كانتش موجوده، تمام، فبالتالي انت بدك تطلبها من الكلاينت، قول له اديني مور ديتيلز عشان انا اقسم لك المشروع وادي لك يعني استيميت احسن للتكلفه. طبعا هذا البروبوزل مش معناته انه انت خلاص حددت السعر النهائي، انت بتنتقل من البروبوزل بتنتقل لجزء يعني ل ل في لجزئيه محدده في 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 منصات الفريلانسنج وهي التشات. فانت بتصير انه يعني زي بتكون في انت عندك روم بينك وبين الكلاينت، وبتقدر انه انت تتواصل معه، ومن خلال هذه الروم انت بتقدر انه انت يعني تطلب معلومات اكثر، انه انت تغير السعر تبعك، تحكي له لا هيك بيصير انه التكلفه بتزيد عليك، فيعني زي هيك. فبالتالي هنا بدك تطلب الريكويرمنتس اذا ما كانتش الريكويرمنتس واضحه. تمام، وبعدين
الخطوة اللي وراها بدك تعمل انه closing and signature، والclosing and signature بدك تختم الرسالة، تختم الرسالة بعدة جمل مشهورة أو معروفة، انه I'm looking forward to work with you، I'm looking forward to your response أو your reply إلى آخره من هذا الموضوع، وبتحكي best regards وبتحط التوقيع تبعك. تمام؟ طبعا هذه الصورة من المشاريع. أكثر حاجة إنه إحنا ممكن نركز عليها اللي هي الجريتينج، لازم أنت تكون عندك موجودة. تمام؟ وهنا إنه أنت تظهر الريليفنت اكسبيرينس زي ما ذكرت لك. تمام؟ وأنت تعمل بريك للبروجكت، لمايلستون بالإضافة لاستيميت. هدول العناصر الأساسية، لازم أي بروبوزل لازم يكون إنه هو موجود. طبعا إذا أنت المشروع اللي إحنا أعطينا لك إياه أو اللي أنت اخترته ما كان فيه requirements، فبالتالي أنا بتطلع في الجزئية هذه، هل أنت في البروبوزل تبعك أنت كتبت أو سألت الكلاينت إنه أنت عن شو هي الـ requirements تبعتك، أو اديني تفاصيل أكثر إنه كيف شكل الابليكيشن أو كيف شكل الواجهة اللي أنت بدك إياها عشان أعمل لك استيميشن أفضل للتايم. فبالتالي إذا ما فيش ديتيلز اوكي، فبالتالي هذه انت بتاخذ العلامه ان صح التعبير لو احنا بنحكي بمنطق العلامات. اوكي طيب، الان خلينا ننتقل لبعض الامثله، يعني بعض الامثله احنا جمعناها هيك. انت مطلوب منك تسليم الواجب، تسليم الواجب انه انت في عندك بروجكت بروبوزل زي هيك، بدك تعمل دوكيومنت، وورد دوكيومنت، هو هذا المطلوب انت عندك. في الواجب الأول فعليا أنت بدك تختار واحد، مشروع واحد بس، واحد من الثلاث مشاريع اللي احنا حاطين لك اياها، وبدك تشتغل على حسب المعايير هينا حاطين لك اياها. المطلوب منك انه انت تسلم ملف وورد كاتب فيه البروبوزل. تمام؟ هاي ثلاث مشاريع بدك تختار واحد منهم وتكتب فيه البروبوزل تبعك. تمام؟ طبعا البروبوزل يعني ممكن انه يكون بهذا الشكل. خلينا نقرا يعني هذا البروجكت، هو بده انه need a full stack developer. تمام؟ اول حاجه هنا about us، هو about us هنا بيحكي عن الكمباني اللي طارحه هاي المساله. ثواني بس، خليني بس بدي اشوف شغله معينه. اوكي فهنا about us انه عن الشركه هذه، we are a company specialized in B2B projects for our vendors. طبعا اللي اخذوا تجاره الكترونيه او اللي يعني حتى اللي ما اخذوش، البي تو بي بزنس هو عباره عن شركات بتقدم خدمات لشركات اخرى. معنى ذلك انه هي ما بتقدم خدمات او يعني لافراد، فبالتالي انه هذه الشركات بتبيع لشركات. ايش الجوب المطلوبه؟ انه this will be the creation of database which we will input a new data into every week for our customers. يعني المطلوب انه انشاء database وراح يتم إضافة البيانات الجديدة لكل أسبوع في هذه الداتابيز عن البيانات للكاستمرز. وهنا the report will be available for our customer to view and download weekly
when they log in. فمعنى ذلك ان هم بدهم صفحه يقدروا من خلالها الكلاينت انه يقدروا يدخلوا على البيانات اللي بيتم ادخالها هذه، فبيقدروا انه هم يعملوا داونلود للبيانات هذه اللي اصلا هي بتكون موجوده في الداتابيز. اوكي، looking for a stack full stack عفوا full stack developer for to oversee development and deployment. تمام، فبالتالي المطلوب هنا انه full stack بده يعمل development و deployment. deployment هنا مقصود انه هو بده يعملهم تثبيت للسوفتوير او يعمل deploy للسوفتوير اللي هو بيطوره. تمام، سواء كان على desktop او web-based application, web application experience. ايش المطلوب؟ مطلوب انه يكون في عنده from experience HTML, CSS, JavaScript, Node.js, Vue, JS, React الى اخره. الباك اند لازم يعرف روبي، روبي اند ريلز، بي اتش بي، بايثون، جانجو، لارافيل، اي واحده من الفريم وركس هاي. تمام، بالاضافه انه اديشنال تو يور اديشنال تكنولوجي تو يور ستاك، انه انت تقدر تتعامل مع الكلاود ستورج والتست سوت والاوبريتنج سيستم والداتابيزز وكل الشغلات هذه لازم تكون المهارة موجودة عندك. يعني على سبيل المثال انه انت عندهم بيكون يعني هوستنج على الكلاود والاو اس تبعهم كان لينكس، فبالتالي بدك تقدر انه انت تتعامل معه. طبعا هنا excellent written and verbal English communication، هذه شغلة كثير مهمة عشان انه تقدروا تتفاهموا بعض، فهم بدهم يتأكدوا انه انت fluent بالانجلش. work effectively with a team of professionals، هذه نقطة كتير مهمة. في كتير شركات تطلب مني إنه أنا أنضم لتيم، فلازم إنه يكون في عندي القدرة على الشغل ضمن فريق. طبعاً الشغل ضمن فريق دائماً في مشاكل، تمام؟ أو at least إنه في البيئة تبعتنا إنه في مشاكل كتير، يعني في عدم توافق في الشغل بين الفريق. لكن الشغل في الشركات بعتقد انه الامور احسن، انه الشغل في يعني في مع فريق. فبالتالي لازم انت تكتسب الخبره هذه، ولازم تطلع انه انت يعني تشتغل مع زملائك في مشاريع التخرج كفريق، عشان انه لازم تدخل في هذه الخبره او تدخل في هذه التجربه ان انت تشتغل مع فريق في مشاريع التخرج او اي مشاريع ثانيه للمواد. experience in database websites is a prerequisite، أكيد بطبيعة الحال. طبعا هنا إنه ال hours to be determined، هو مش عارف قديش إنه بيحتاج وقت. تمام، وهنا ال project length إنه مش عارف هو مقديش يعني قديش بيحتاج ساعة عمل ساعات للأسبوع. وهنا إنه ال project length إنه حدد إنه خلال شهر. و طريقة اختياره هو intermediate level، معنى ذلك انه هو بيدور على شغلتين، على الexperience والvalue. تمام، يعني احنا في عنا في الابورك ثلاث مستويات. المستويات هاي انه برضو عشان انت تقدر انه انت تحدد، خليني احدد لك اياها او استعرض لك بعض المشاريع هنا في الابورك. اوكي، ممكن ابحث على وظيفه انه فول ستاك او ويب ديفلوبر. خلينا نروح على ويب ديفلوبر. طبعا هذا بدور على الاكسبرت. تمام، طريقة اختياره I'm willing to pay a higher rate for the most experienced freelancer. فهنا انت ممكن انه ضمن البادجت تبعته، تمام، انه يعني سعر الساعة حاطها من 20 ل 45 ساعة. ممكن انه انت تقوي قلبك وتقول انه اوكي انا بدي 40 ساعة في الاسبوع، اذا كان البروفايل تبعك انه انت فعلا انه experienced freelancer. ليش؟ لانه في آلية الاختيار هو حيختار اكثر حدا، يعني حيدفع أكتر ريت لأكتر واحد خبير موجود أو متقدم له. فعشان هيك
هذه آلية كتير إنه أنت تطلع عليها على الأبورك تحديدا. هذه خليني أحفظها هنا في الفيفوريت لأنه ممكن إنه أرجع لها تاني. الآن في بعض المشاريع التانية إنه أنت على فكرة ممكن إنه أنت تفلترها من هنا. هنا أنا في عندي الإنتري ليفل، هي عددها 14 أو 1400 مشروع. شوف كيف في آلية الاختيار في الانتري ليفل. الانتري ليفل بحكي لي انه I'm looking for a freelancer with the lowest rate. فهنا انت حتدخل وحتنافس بالسعر، تمام؟ هو مش يعني هو حيطلع انه لانه الجوب اللي طالبها بسيطة، تمام؟ الجوب اللي طالبها بسيطة يعني، فبقول انه بشوف اي واحد كواليفايد من ضمن الكواليفايد هدول بروح بختار الفريلانسر اللي محدد اقل سعر. فبالتالي هنا لما تدخل على المشاريع هاي بدك انه انت فعلا انه انت يعني تكون حذر وتختار السعر المناسب. لكن الانترميديت الاكسبرت اوكي اوريدي شفناها، والانترميديت اوريدي شفناها من المثال عندنا، فهي الثلاث مستويات هدول انت بدك تحددها عشان انه انت اوكي. طيب الان نيجي للبروبوزل. الان ممكن انه انا ببساطه احكي انه بهذا الشكل هلو، تمام اوكي. انا باجي بطلع هنا انه هو بده تيبيكال فول ستاك ديفلوبر، فممكن انه احكي انه اي ام ا بروفيشنال web developer with مثلا على سبيل المثال انه انا شغال في المجال 3 plus years of experience. اوكي فبالتالي هنا انا لو بدي ارجع على النقاط انه انا دخلت في هاي الشغله، تمام. هذا المشروع انا مش شايف انه انا لغايه الان انا ممكن اساله اي سؤال متعلق انه في المشروع، ما فيش hunting question. فبالتالي انه show some relevant experience، تمام. فبالتالي انا وضحت له اول حاجة انه انا خبير او يعني professional يعني محترف للتطوير الويب، في عندي خبرة اكثر من 3 سنوات and worked for مثلا ممكن انت تحكي مثلا project A and B، أو ممكن تحكي company A خلينا نقول X and Y، تمام. فبالتالي هنا أنت يعني ممكن أنه أنت تحكي له إذا كان الشركات اللي اشتغلتها أنه هي شركات معروفة والويب سايت تبعها أنه هي ظاهر، فبالتالي انه انت ممكن تحكي له انه الويب سايت تبع شركة X او Y او حتى يعني نفترض انه هي شركة واحدة، او انه انت اشتغلت على مشاريع انه معينة فممكن انت تذكر هاي المشاريع. انه فهنا ممكن انه انت تحكي له please have a look at this project at this link. تمام. فهذه اوكي ممكن انا انقلها هنا. هنا projects add these links. طبعا هنا انه links او خلينا نقول ويب سايتس، انت عملت بورتال عملت اي شيء فبالتالي انت بتدي له لينكات لهم. الان في عندك خيار ثاني انه الويب سايت هذا او البروجكت هذا انت عملته داخلي لشركه، فبالتالي انه ساعتها انت بتكون ماخذ منه سكرين شوت وحاطه في معرض الاعمال
تبعك. تمام؟ add these link links. اللينكس هدول ممكن ان تكون انه الكمباني ويب سايت او الـ او البروجكت ويب سايت، او ممكن يكون انه يعني سكرين شوتس، او يعني انه انت بتكون حاطه في معرض الاعمال، فبالتالي انت بتشير له بشكل مباشر. طبعا هذه شغله كثير مهمه. ليش؟ لانه الفريلانسر او عفوا الكلاينت مش حيجي يطلع على معرض الاعمال تبع كل واحد، لا. فلكن انت لما تشير له للريليفنت، خلي بالك انه انا بركز هنا على الريليفنت، للريليفنت اكسبيرينس، وتعطي له اياها على الجيت هاب، فممكن انه انت يعني بتكون انه يعني وفرت عليه الوقت والجهد في هذه الشغلة. تمام. ممكن شغلة تانية أنا بدي أحاول أنه أنا أقنعه، وبرضو أنه أنا هنا بدي أنه أنا أورجي له relevant experience أو أحكي له عن نفسي أكثر. فممكن أحكي له أنه I write clean and clean and and efficient code. فأنت بتورجي يعني قاعد بتورجي السكيل هذه موجودة عندك. وممكن يعني تعمل بروف لهي الشغلة. طبعا هذا لغاية الآن هيك إنه ادعاء إنه أنا بدعي إنه أنا يعني الكود تبعي كلين، لكن إنه أنا إيش بدي أسوي؟ بدي أورجي له إنه الكود تبعي كلين، إنه please مثلا have a look at my code assemble of my code at the GitHub repo. تمام. وبتدي له هنا لينك. ممكن انه برضو تأكد له على جزئية مهمة، انه هو انت محتاجين انه هو تشتغل مع تيم. انا لمحتها في مكان ما هنا اوكي work effectively with team of professionals. اوكي and فممكن انه انت تاكد له على الشغله هذه، انه برضه هذه الخصله موجوده فيها، انه انا I can work with team independently or within a team. وهنا ممكن تركز على التيم، انه I collaborate with team using these tools. مثلا ممكن انت تحكي له انه بستخدم الجيرة، using Jira and Trello and Slack مثلا. فبالتالي اوكي انا ركزت على الجزئيه هذه. الان في حدا رفع ايده؟ اسيل
تفضل يا سيدي. تمام، بس آخر حاجة اللي هو اليوزنج جيرا وترلو اند سلاك، لإيش بنوضح له إياهم بالأحرى هدول أكثر؟ أنا ما فهمتش. هو طالب هنا انه work effectively with a team of professionals. فأنا بحكي له انه انا في عندي القدرة انه انا اشتغل بشكل مستقل او ضمن فريق. وهنا بحكي له انه انا عادة انه بتعاون مع الفريق باستخدام tools such as الجيرا والتريلو والسلاك، يعني بعض الطول اللي نحن يعني الفريق اللي بيستخدمها في الكولابوريشن، يعني زي هيك. بس انه انا مجرد ما بحكي له انه انا موجود عندي الشغلات اللي انت بتدور عليها، بس لا اكثر ولا اقل. تمام؟ نعم، طيب اوكي. الان بما انه انا راح انضم لفريق، فساعتها انه يعني الشغله اللي هو طالبها هذه انا ممكن اعملها بريك داون انتو مايلستون، انه هنا انه شو طالب هنا. This will be creation of the database. ممكن احكي له انه الستبس هنا، على فكرة بالمناسبة انه انا ممكن اعمل لهايلايت لبعض السكيلز اللي موجودة هنا. فهنا worked on similar projects اللي هي الاي والبي وكمباني اكس وواي. وهنا بحكي له انه using Django with framework. فعليا انا عملت هنا هايلايت للجانجو انه هي طالبها هنا. طبعا الجانجو بتطلب انه انت يكون في عندك HTML و CSS وشغلات زي هيك يعني، و يعني عشان هيك انا قررت انه انا اعمل له هايلايت. يعني انا انت ممكن انه انت تغير هنا اوكي، يعني عشان جماعه البي اتش بي برضه ما يزعلوش، يا اما جانجو او بي اتش بي اللي بتحبه. الآن الستيبس واضح هنا أنه أنا في عندي أنا في عندي بده أنه أنا أعمل داتابيز. فهنا الستيبس أنه أو هنا المايلستونز، فممكن تحكي هنا below is my is my milestones below is the proposed milestones of the projects. طبعا هذه الشغله انت يعني حسب المنصه، في منصه انه انت بتحكي لك انه قسم لمايلستون فبتحطها هنا، مش حتكون انه مكتوبه بهذا الشكل، فبالتالي بيكون زي فيلد انت بتحط فيه المايلستون تبعتك. تمام، وبتحط انه قديش بتكلف. مايلستونز اوف ذا بروجكت بروبوزد، او ممكن تستخدم استيميتد مايلستونز اوف ذا بروجكت. فهنا ممكن نبدا انه الستيب الاولى رقم واحد لها نقاط. أول حاجة في something wrong in the formatting. أول نقطة اللي هي إنه database design.
ان انت بدك تعمل ديزاين للتيبلز طبعا بطبيعه الحال بدك تشتغل عليها بشكل منهجي صحيح عشان انه انت ما تضطرش انه انت تعيد الشغل. فممكن انه انت تحكي انه هذه بتاخد منك اوكي 2 دايز تمام، وهنا ممكن انت تحط تكلفه الكوست خليني اوكي، وحتاخد منك مثلا 10 دولار. بس خليني اشوف هنا البروجكت هو ايش طالب. طالب انه اوكي 2 دايز خلاص، فبالتالي هنا ما فيش داعي احط الكوست تمام، لانه انا بعد ما اخلص هذا كله هحكي له انه الساعه تبعتي لانه هو طالب انه هو يشتغل بنظام الساعه، هحكي له الساعه تبعتي 20 دولار، فبالتالي هذه اخذت 2 دايز يعني عدد ساعات العمل. انا عندي 8 ايام 16 ساعه، بضربها في 20 زي هيك تمام below r. وهنا create database adding no one day. بعدين بعد ما نتفق على هذه الشغلة، الآن الصفحة اللي بده إياها إنه web page create web page wireframe. طبعا قبل ما انه انا انفذ الصفحه بدي اورجي له الواير فريم تبعها، بدي اشتغل شغل فرونت اند. انه انا عندي في الواير فريم انه انا باجي بحكي انه انا هاي الصفحه انا عندي زي هيك تمام، في هذا البلوك حيكون في عندي لوجو، وهنا حيكون في عندي منيو تمام، وهنا حيكون في عندي سب منيو ثانيه، وهنا حتكون الكونتنت تبعتي تمام، وهنا حيكون في عندي زر لوج ان والى اخره من هذا الكلام. فهذا كله هو عبارة عن الواير فريم اتفقنا عليها. خلاص ساعتها ببدأ انه انا اعمل ديزاين ويب بيج. طبعا هذا شغل فرونت اند، وهنا انه ديزاين باك اند. طبعا هنا انا بقصد في الباك اند الكود اللي حيعمل مع داتابيز اللي انت بدك تشتغل عليها وتعمل كل الفانكشناليتي اللي هو بده اياها تمام. فممكن انه هنا يعني انه هذه الواير فريم انا بعتقد انه 1 داي ممكن تاخد، او خليها 2 دايز اوكي. الفرونت اند انا بعتقد انه التنفيذ تبعها ممكن يكون 1 داي، و الباك اند حيكون انا عندي 2 دايز. هيك بتكون انا الصفحه تبعتي خلصت. ممكن احط انا عندي برضه مايلستون للتست، ممكن انا اخذ 3 او 2 دايز للتست. فبالتالي انا عندي 2 و2 4 6 8 هنا 10 ايام. فبالتالي انا عندي ممكن احكي انه الكوست او انه توتال 10 دايز، والكوست ل 10 ايام ضرب انه انا سعر الساعه تبعتي خليني اقول انه 15 دولار، فبتساوي هالقد. ف هيك انا خلصت الجزئيه هذه كلها. ما دام هو معطي ريكويرمنت اوكي حطيتها تمام. برضو انا مش شايف هذه انا ممكن استخدمها، فبالتالي خلاص انا ممكن انه انا استغني عنها، او ممكن انا احكي له انه انت يعني ممكن احكي له هنا انه I am expert in PHP and Python / Django. What do you prefer? ممكن برضو بدي أعلم لك عليها إنه هذه optional
انا بحكي لهم انا في عندي خبرتين في البي اتش بي والجانجو اللي انت حاطط لي اياهم، هيو هدول انه يكون في عندك خبرة فيهم. هيو برضو حاطط لارا فيل، اوكي. فانا عندي خبرة في هاي وفي هاي، انت نقي واختار، تمام. فبالتالي انا هيك بكون خلصت النقطة الثانية هنا، اوكي. والآن ضايل آخر نقطة، إنه ببدأ أحكي له هنا وين البروبوزل تبعنا راح. هيا أوكي أوكي please let me know if you have any questions. You know, okay, in that chat. If you have any questions, so here I am looking forward to working with you. The best regards, Oina Motors. Okay, هيك احنا خلصنا؟ لا لسه. لسه في عنا كمان شغل. ايش الشغل اللي عنا؟ انه احنا بدنا ناخذ هذا الكلام. انا كنت بتلاحظ انا كنت ادقق لغويا باستخدام، او يعني املائيا باستخدام الاوفيس اللي موجود عندي، لكن هذا لا يكفي. بدي اروح وين؟ على جرامرلي، اوكي. وفي جرامرلي بدي أعمل هنا دوكيومنت جديد، وهنا بدي أحكي إنه هذا عبارة عن ويب ديفلوبر بين قوسين فول ستاك، وأعمل بيست للبروبوزال تبعي. الآن لما عملت بيست بدي أستعين بهذا التول. الآن الكتابة يعني شغلة كتير مهمة على منصة الأبورك غير المنصات التانية. الآن حنيجي على منصة، يعني فيما بعد حنيجي على منصة الأبورك ونشو، عفوا منصة الفريلانسر، وأحكي لكم الاختلافات. لكن منصة الأبورك يعني بتعتمد بشكل كبير على كتابة البروبوزر. الآن هنا بحدد الجول. أول شغلة بدي أحددها إنه مين الأودينس تبعي، هل هو يعني العامة ولا شخص عنده نولوجيبل، عنده معرفة، ولا اكسبرت. طبعا بطبيعة الحال هو مش اكسبرت الكلاينت، لأنه لو كان اكسبرت كان ما طلبش انه حدا انه يعمل له امبلمنتيشن لهي الشغلة. هذه شغلة يعني قد يكون انه برضو في عندهم حدا من الفريق انه يعني راح يقيم البروبوزل تبعك، فعشان هيك انه يعني اتليست انه انت لازم تاخده او تختاره انه نوليجبل، هي محدده. طبعا هنا الفورماليتي انه انا بدي، انا في عندي انفورمال غير رسمي، نيوترال عادي، فورمال اكيد طبعا الدوكيومنت تبعي بده يكون فورمال. هنا في الفورمال ايش راح يسوي؟ راح يعمل ريستريكت، تقييد انا عندي من استعمال السلانج لغه الشوارع بالاضافه للكوليكيليزم اللي هي الكلمات العاميه، تمام. تمام. طيب اوكي، بالنسبه للدومين، الدومين هذه انا مش هينفع اختار منها شيء، لانه بتحتاج انه يكون في عندي اشتراك بريميوم. لكن انه هنا انسب شغله اللي هي البزنس، لانه انا في عندي انا ممكن اكتب في المجال الاكاديمي، في المجال البزنس، جنرال، ايميل، كاجوال، كرييتيف. اكيد بطبيعه الحال انه انا المجال تبعي بزنس، بس خلاص اوكي مش هقدر انه اتحكم فيها. طبعا هنا التون، النغمه تبعتي، شو نغمه البروبوزل تبعي؟ هل انا واحد نيوترال عادي ولا كونفيدنت؟ لا، كونفيدنت هو المطلوب. ولا واحد جويفول، واحد مبسوط، ولا واحد اوبتيمستيك، ولا فريندلي، انا ما بحكي مع اصدقائي. ولا ايرجنت، انا لا يعني ما بكتب بشكل عاجل انا طالب شغله مستعجله، تمام. فانا فعليا انه انا واحد واثق من نفسي، انه انا عندي
المهارات، وهنا قسمت لك المشروع وعديتك التكلفة وكل الأمور هاي. تمام، هذه الجول الخامس اللي هي الانتنت. انه الانتنت المقصود فيها انه بدك تحدد هنا اوكي الجولز، هنا بترجعها انه انا بدي اعمل انفورم ولا ديسكرايب ولا كونفينس. اكيد بدي اختار كونفينس، انا بدي اقنعه في البروبوزال تبعي. فبالتالي لما احدد هذا الكلام كله تمام بختار هيك تام. هنا يفترض انه بحسب السكور تبعي، انا جبت 93% من هدول الشغلات، انه من ناحيه انه الوورد كاونت والريدابيليتي. الريدابيليتي هنا هذه متريكس انه هو بقيسها قديش انه البروبوزال تبعي ريدابل، يعني سهل القراءه. تمام، بالاضافه لتحقيق الجولز الخمسه تبعتي. الان ممكن انه هو يديني I am an expert، هذه فتتني، فبالتالي اوكي بعدلها. تمام، فا اوكي هنا these links، هنا طالب انه تكون جمع، بعدلها، وهنا اعتقد انه بده كوما. في شغلات انه هنا انه انا مش مستخدم البنكشويشن بشكل صحيح، انه في هنا هنا محتاج ربط، فممكن احكي انه usually هنا حطها small، بعد full stop usually زي هيك. هو بالمناسبة الجمل اللي بالعربية انه هي طويلة، وبالانجليزية انه هي اقصر، فبالتالي انا بحافظ دايما انه انت تعمل بريك للجمل تبعتك يا اما بالكوما او بالفول ستوب. فهنا اوكي سو وات دو يو بريفير، فممكن انه تيجي زي هيك. فاعتقد انه هذه هي بعمل كالكوليت، فتقريبا 99%. هنا بحكي لي انه كلوزنج بانكشويشن، اوكي انا هنا متخيل انه هنا بدها فول ستوب، هذه حتروح. هذه شغلات في البريميوم هو بيعلم لي اياها، بس هنا انا عارف انه وين الخلل. تمام، هنا انه كم هنا if you have any questions، هنا بده punctuation full stop وهنا full stop. خلاص perfect، هيك صار كله 100%. هاي السكور تبعي 100%. تمام، هاي السكور تبعي انه من ناحيه انه readability والفوكابلري. اوكي طيب، نيجي الان هنا للكوركتنس. هنا looking good clarity بحكي لي very clear، وهنا engagement very engaging delivery just right، فبالتالي انه هنا البروبوزل تبعي هيك perfect. ممكن انه انا اخده على زي هيك عشان انا احديكم الدوكيمنت، و حطه هنا بدل هذا اللي أنا عملته أو نسخته زي هيك. أيوة يا أستاذ، أيوة يا أسيل. تمام، يعني هلأ هذا الجرام اللي لازم إحنا نأخذ الإشي اللي كتبناه بس عشان يصحح. إما إحنا فعلياً لما بدنا نسلم الواجب حنسلم على وورد، صحيح حنسلم. تمام صحيح، جرامر لتحسين الكتابة. تمام، يعني هي أداة مساعدة لغاية لما أنه أنتوا تصيروا بروفيشنال في الكتابة. فممكن أنه في بعض الشغلات بتفوتكم بالإنجليزية زي الآت والإن، وأنه أنا يعني أنا هنا أن إكسبرت، هذه أنا نسيتها فاتتني، فبالتالي بتساعد هذه الأمور في الإشي هذا. تمام،
هاي البروبوزل أنا غطيت فيه كل النقاط اللي أنا حطيتها هنا، وأنت بدك تشتغل بهذا الأسلوب. تمام، هنا الكلوزنج اللي هي I'm looking forward to work with you، I'm looking forward to work with you. تمام، الآن إجينا للجد. الآن أي واحد بروح بستنسخ أي عبارة من العبارات هذه أو بنسخ البروبوزل وبحط لي إياه، طبعا هنا أنا المثال هذا كتبته أمامكم عشان أنا أورجيكم كيف بتتم الكتابة، لكن فعليا هذه الشغلة للأسف إنه بتصير مع كل المدربين تبعون الفريلانسرز أو كل اللي بيشتغلوا في هذا الشيء. إذا أنا أديتك مثال لبروبوزل، حلاقي إنه أنت لما تيجي تقدم إنه أنت بس حتاخد البروبوزل هذا وحتقدمه زي ما هو، وهذا شيء خاطئ، هذا غلط، أكبر غلط إنه أنت ممكن تسويه. الأبورك ممكن يسكر البروفايل تبعك بسبب إنه أنت ممكن تسرق البايو تبعتك من حساب واحد تاني من الناس التوب. تمام، لأنه هو بيشوف بخيص إنه السيميلاريتي بين البروفايل تبعك إنه البايو تبعتك والبايو تبعت واحد أقدم منك إنه كتير عالية، فبالتالي ممكن يعلق الحساب تبعك. لا، لازم أنت تكتب بأسلوبك، لازم تكتب بأسلوبك. أنا مستعد إنه أنا أكتب لك بروبوزل مختلف، تمام، مختلف تماما عن هذا، وأنت بدك تتمرن على هذا الأساس. هذه شغلة. الشغلة الثانية، أي اثنين بيكون البروبوزل تبعهم نفس الإشي أو مع تغييرات بسيطة، أنا مش حسأل مين الناسخ ومين المنسوخ، الاثنين ما يغلبوا حالهم، خلاص صفر، ومش حراجعهم أقولهم لا أنت نسخت وأثبت إنه أنت لا نسخت وأنت ما نسختش. لا، خلاص، هذا الأسايمنت الهدف منه إنه إحنا يعني تكتسب مهارة كتابة البروبوزل، وليس أسايمنت عشان أنت تحصل فيه درجة وتعدي وخلاص. وهذا الكلام المعيدين يعني عارفين هذا الكلام كويس، وحيتبعوا هذه التعليمات بشكل صارم جدا جدا بخصوص البروبوزل، كتابة البروبوزل انه زي هيك. فبالتالي هنا البداية هذه، انه اذا انا لقيت اغلب البروبوزل انه زي هيك، لا خلاص انت ما تعلمتش ولا اي شيء، لأنه أنا يعني مش صح إنه أنت تيجي تكتب يعني إنه تقتبس شغلات من البروبوزل تبعي وتحطها زي هيك زي إشي. الإشي مش تقليد، الإشي زي ما حكيت لك إنه هو عبارة عن آرت وليس ساينس. مش حكي لك إنه البروبوزل إنه لازم تكتب فيه كذا وكذا وكذا وكذا، غير يعني هيك صح غير هيك غلط. فحاول أنت إنه تتمرن أكتر. خلينا ناخد كمان مثال. هذا UX UI. أنا مش عارف إذا أنا ممكن أكتب بروبوزل في هذا المجال ولا لا، بس ممكن. بالمناسبة الـ ممكن يعني هذا فول ستاك الموبايل ممكن يكون نفس الشيء، لأنه الستيبس تبعت الموبايل هنا إنه يعني هو طالب داتابيز من البداية، عشان هيك إحنا بدينا في الداتابيز والويب والويب بيج واير فريم ممكن تكون موجوده. فانت في الموبايل الخطوات تبعته برضو معروفه، انه انت بتبدا بالستوري بورد وبعديها تعمل يعني الداتابيز بتعملها وبعديها تعمل امبلمنتيشن. ممكن انه انت تشتغل بشكل اتريتيف، تمام، بنظام السكرام. بالمناسبه انا يعني ممكن انه انا احكي يعني ممكن أعدل البروبوزل تبعي هنا. أنا خطرت برضو هي في بالي بعض الكلمات إنه يعني ممكن أكتبها زي هيك، وهي إنه هنا or خيار تاني إنه in all previous projects I worked within teams. بس هيك هذه لمبة ضوت في مخي، هلقيت عجلة عشان هيك أنا يعني صار أوكي. And in Scrum project in Scrum manner. أوكي خلاص.
مانر اوكي بنظام سكرام. خلاص السكرام التولز تبعته معروفة، يعني السكرام يعني غني عن التعريف، لأنه في شركات كثيرة بتشتغل إنه بنظام سبرنتات، وإنه في سبرنت ماستر، وبتشتغل بنظام ويكلي، وخلاص أنا كل ويك أنا في عندي تاسك محدودة بتتغير الأسبوع الجاي وهكذا. فممكن إنه أنت تكتب، يعني بدل ما أنت تكتب هاي الجملة زي هيك، هنا انه in all previous projects، خلاص انت بتقول له كل المشاريع السابقة انا اشتغلت فيها في التيم، فبالتالي هنا ما عندي مشكلة في التيم. طيب الآن نيجي ل هذا UI UX، هذا motion graphics، graphic design، game development، فول ستاك. لا انا مش هنكتب زيه اكيد، لانه احنا اخذنا الفول ستاك. 3D نشوف اذا في واحد موبايل، لا ما فيش موبايل. خليني استعرض هنا. موبايل اب development، ومنشيل هنا الـ entry level. أنا بده full stack مع موبايل app، Kotlin developer، WordPress API، ريستورانت. بده يعمل موبايل ابلكيشن للريستورانت، شوت تايم اب. موبايل ديفلوبر كروس بلاتفورم اي او اس اندرويد. البادجت تبعته 1000. اوكي هنا واضح، هذا بروجكت كتير ممتاز، يعني حتى ممكن احطه هنا. using flutter حدد لك انت ايش يعني ايش البلاتفورم. I'm looking for mobile developer to build reservation app، تطبيق للحجز. ال API to integrate are complete، انت مش مطلوب منك انه انت تعمل ولا حاجة في ال API لانه جاهزة، تمام. and the visual design is ready، يعني ايش بدك احسن من هيك دلع، يعني برضو كذلك التصميمات الستوري بورد جاهزة يبدو، او تصميمات ال يعني الديزاين تبع السكرينز، تمام. التطبيق بيحتوي على الشاشات التالية: شاشة اللوجين، بروفايل، هوم بيج، ابوينتمنت، بوكينج، ماب سكرين الى اخره، تمام. بده هذا الكلام في ظل اسبوعين، وبده انه الماكسيموم بادجت 1000 دولار. واوكي ممكن اكتب بروبوزل لموبايل، يعني هيك انا بكون غطيت واحد موبايل واحد ويب. خليني اخذ هذا بشكل سريع زي كده، والبادجت محدده وكل الامور تمام. خليني احط اخر واحد. اوكي هاي، فهنا انا عندي الجريتينج بشكل مختلف، يعني برضو الجريتينج انت ممكن انه انت يعني نوت تيجي تدور انه جريتينج ان انجلش، ففي عندك هاي، هالو، جود داي، فبالتالي هنا، او حتى جريتينج نفسها انه ممكن انه انت تبدا فيها، يعني فهي انا حكتب لك هاي، لانه الهاي شائعه، جريتينجز، تحياتي، تمام. هذه برضو انه هي شائعه. How do you greet someone in English؟ فانت عندك الهاي والهلو والهي، هذه شويه فيها سلانج،
لانه انت في الابواب في جرامرلي لما تيجي تقول هي هذه مش كتير انه شو اسمه، او ممكن انه13 ways to greet someone. خلينا نشوف عندك رقم واحد. Hello, hi, hey. Good morning. برضو ممكن هذه مناسبة كانت رايحة عن بالي. Good morning, good evening. ممكن أنت تبدأ It's nice to meet you. فبالتالي هنا إنه very polite expression. It's a pleasure to meet you. أو ممكن إنه أنا أحكي إنه It's very nice to talk to you. لأنه أنا ما قابلتوش فعليا. تمام؟ واتس اب هذه سلانج، لا مش هذه فريندلي كثير، وهذه كمان برضو فريندلي، وهذه كذلك انه ما بزبط. واتس نيو، لا مش ما عندي كثير خيارات. فهنا ممكن انه جريتينجز، او ممكن انه هنا هاي اور احكي انه It is my pleasure to talk to you. تمام. بعدها إنه نبدأ. أوكي. ممكن أبدي بطريقة إنه أنا برضو بدي أقنعه، يعني ممكن أنا أحكي له شغلات، يعني على سبيل المثال إنه developing mobile apps using Flutter is my game، أو ممكن تحكي إنه is my joy، شغلة أنا بستمتع فيها كتير، هذه لعبتي اللي أنا بلعبها. تمام؟ فأنت بتحكي له إنه أنت كتير بتحب إنه أنت تحكي، يعني تستخدم الجوي عفواً الفلتر. فهنا إنه your requirements are very clear and I can get the work done for you within وطالب 1 or 2 weeks. Okay, and 10 days. Okay. أو إذا أنا واثق من نفسي كتير، يعني أنا زي ما بحكي إنه okay 5 days، يعني أنا يعني بدي أكون قد الكلام هذا. إذا أنا كنت فعلا يعني واحد يعني سينيور كتير في مجال الفلتر، فبالتالي أنا ممكن أخلص له إياه within 2 days. وهنا انه خلاص ما فيش بريك داون لانه هو مقسم. تمام؟ بس انا يعني ممكن احكي له انه هو حاطط البادجت هنا بده يدور على الاكسبيرينس والفاليو، فممكن انه and it would cost you، هاخد منه 700، بكفي 700. تمام؟ فعليا انا اديت الكوست والاطار الزمني. تمام. requirements s. اوكي. and هنا بس انا غيرت الترتيب، بس الاشياء موجوده انه you can have a look at my apps at the store at these links. ممكن احكي له انه all are 5 stars rated. انا بحكي له انه في عندي تطبيقات اوريدي انا منزلهم في المتجر، يعني انا حكيت ستور عشان ما احكيش جوجل او ابل او بغض النظر، يعني انا بكتب بالعموم وكلهم انه 4
star rated. ضل شيء ما ضلش حاجة تقريبا. أنا خلصت جزئيات the greeting وريته relevant experience، عملت له break down. اوكي فهنا ممكن ان انا احكي له، ممكن احكي له انه very شغله، انه شغله انه very engaging. هذه اوكي الاشياء مش هنا. اوكي waiting for your response. Best. ده شغلة very short. طبعا مش كل الموبايل زي هيك أكيد بطبيعة الحال، لكن أنا حسب البروبوزل هذا أنا بدي أحاول أورجي لك إنه البروبوزل اللي بكتبها إنه هي كلها متنوعة، فعشان هيك إنه موبايل شوف كيف وضع الكتابة تبعتي. هذا هو بفضل إنه يحكي 5 days عشان هيك راحت. okay and in a word choice five. مش دائما كل الشغلات اللي بديني إياها صح. 5 stars. ممكن أحدد الجول تبعي. convince confident. هنا word choice هو بس بدي أحاول إنه يعرض لي إشي بديل عن very clear، يعني أنا شايفها كتير مناسبة. هنا tone هذه tone issues have a look. أعتقد إنه هي it's okay وهي السكور 97، فبالتالي إنه everything is، حتى مش فيش داعي إنه أنسخ لأنه هذاك إنه it's okay. طيب ممكن أستاذ أمير موجود معنا؟ طيب okay, let's try this. UI UX. Our company offer healthy meals that were prepared fresh immediately before being delivered to our members' home. Ya salam. Okay. We provide micro nutrient information on all table. Stand by those labels. This is meal delivery company. Our company name is. For this reason, our audience is
55% ميل و45% فيميل on average. في عندهم مدخول سنوي أكتر من 100,000 دولار في شمال كاليفورنيا. Our website is the only point of sale, so we are trying to improve our conversion rate. طيب اوكي، هم عندهم كل حاجة اوكي تمام وهم شغالين وعندهم بزنس كويس، لكن انه هم بده يحسنوا الconversation rate تبعهم. فعشان هيك هم we are looking to design for a designer to help create amazing digital experience for customers that includes the website. طبعا هم بدهم يعيدوا تصميم الwebsite، وكذلك انه ممكن انه هم يشوفوا كذلك إمكانية أنه تطوير موبايل أبليكيشن للكستمرز. فالبروجكت بيحتوي على ماركت أند يوزر ريسيرش، مكون من جزئين: UX ديزاين وايرفريم بروتوتايب أند UI ديزاين اللي هو موبايل ويب سايت. فبالتالي الديليفرابلز اللي هو الوايرفريم والأدوب XD الموكابس، والسكيلز انه انت لازم يكون في عندك خبرة في الادوب XD. In your proposal, please provide one or two paragraph summary of your design experience. اوكي، هذه كثير مهمة. هو مش طالب في البروبوزل انه انت تكتب له كثير، one or two paragraphs انه انت تحكي له عن الخبرة تبعتك. Also include relevant sample of your project. خلينا نحاول. فهي hello. اوكي، ممكن انه احنا بده relevant experience. أنا بدور على واحد إكسبرت. أوكي. ممكن أبدأ بشكل مباشر. I worked on UX UI design for several for well known websites such as كذا كذا كذا. أو أوكي، ممكن أنا أتجنب الشغلات اللي أنا اشتغلت شركات معروفة. أنا واحد يو إكس ويو آي، يعني اشتغلت على ناس إلا شركات مش معروفة، إنه فور سيفرال كمبانيز أند يفترض ذا يو إكس يو آي ديزاين فور سيفرال كمبانيز. Several websites such and these have log for several companies, for several websites such as ممكن احكي له انه okay similar websites such as restaurant and
food order sites أو web sites. يعني أوكي، على فرض أنه هذه قريبة منهم، تمام. And please have a look at a sample of my design at in the portfolio at this link. مين بده يسأل سؤال؟ في حد بده يسأل؟ اوكي، ففعليا انا من خلال one paragraph. هاي اسيل، هلا بالنسبه انه نحط لينك للاعمال، طب محتمل في يعني ما عندهم اعمال، فشو نحط مثلا او شو نعمل كيو اكس او يو اي؟ اوكي بنعرف احنا نصمم بس ما في عندنا اعمال لليو اكس واليو اي، فايش في هاي الحاله ممكن نعمل؟ قصدك لما تسلمي للواجب ولا في الشغل الحقيقي؟ لا بالواجب، تسليم بالواجب مش بالواجب كشغل بدك حقيقي. تكتبي، بدك تكتبي زي هيك انه add this add انه add add this link. ما بتحطي لينك، بتحطيه بهذه الصيغة زي هيك. يعني احكي انه في هنا لينك بس ما احط لا رابط ولا بالضبط حاجه. بالضبط بالضبط، وبالنسبه للبروبوزل لبعض يعني المشاريع كان لانه في يعني المطلوب. لانه هذا منطقي. يعني الان اللي يعني انتم مشكلين، مش كلكم بتشتغلوا يو اي ويو اكس، في منكم بيشتغل ويب، في منكم بيشتغل موبايل وعنده اعمال سابقه زي هيك، لكن اللي فعلا بيشتغل يو اي ويو اكس ممكن يحط لينك لهذه الشغله، ويعني هذه تحسب له. لكن احنا بدنا نقيم الكتابه، بدناش نقيم محفظه الاعمال. يعني انا مش كلاينت، انا بقيم الكتابه وليس اللينكات اللي انتم بتحطوها، تمام؟ تفضلي. تفضلي. ولكن انه هلا من بروبوزل لبروبوزل يعني من مشروع لمشروع بيختلف الكلام، ممكن انه كمان كتصميم لو بده جرافيك ديزاين انه كمان هذا الكلام انه ما يكونش موجود، او انه مش ضروري اقول انه في معي انا بشتغل في فريق اشياءات زي كده، يعني أيوة. حاجات بسيطة مثلا أيوة. بيكون كل البروبوزال اللي كتبتها انه هيو اد ذس لينك. ايوه شايف، انا هنا حطيت لينك، وانتوا برضو اكتبوا زي هيك. مش طالب منكم انه انتوا تحطوا لي جيت هاب ريبوزيتوري، بس انه انت يعني بدك تحاول انه انت يعني انه قدر الامكان انه انت تبين له. لو في حدا فعلا عنده جيت هاب ريبوزيتوري وحط اللينك، اوكي ذاتس فاين، يعني انه هذا شيء كثير ممتاز. لكن اللي ما عندوش وبده يحاول يكتب بهذا الاسلوب، انه ممكن يكتفي انه يقول اد ذس لينك وخلاص، فول ستوب. تمام. طيب الان خلصنا الجزئيه هذه، خلصت له الموضوع في one paragraph. الان السكيلز اللي موجوده عندي انه الواير فريم والادوب اكس يفترض انه هي تكون في السكيلز في البروفايل تبعي، لكن هنا انا ممكن احكي له انه انا below are the proposed milestones. فممكن احكي له انه اول حاجه بدنا نعمل ال create
ويب سايت واير فريم. تمام، هذا ممكن ياخذ مني. اوكي، بدي انا يعني اعمل شغل على اصوله، وبدي شغل ديزاين وتفكير، هذا ممكن ياخذ مني يعني، خلينا نشوف هنا تفاصيل انه 6 months. اوكي، hours to be determined، ممكن اقول له انه انا بدي هذه 2 weeks. تمام، وهنا hourly rate، فبالتالي هنا في هذه الحالة أنا بحكي إنه الريت تبعتي 25 دولار وخلاص، إنه 2 weeks بفترض إنه أنا يعني على الأقل بدي أشتغل 40 ساعة، يعني 80 ساعة، هدول 80 ساعة في 25 دولار زي هيك. تمام، و بعد الواير فريم في شغلة هو ذكرها في التقرير عشان في البروبوزل، هذا شغلة كتير مهمة. The project encompasses a market and user research and UX UI design wireframe prototype and UI design اللي هو للويب سايت وللموبايل. فبالتالي هنا الريسيرش هذا، الماركت ريسيرش واليوزر ريسيرش، هل هذا مطلوب مني ولا لا؟ فممكن انه اساله هنا انه is the هذا hunting question، market research market slash user and user research you mentioned in your in the project description are available or you want to be or you want to be done in this project. هيك انا بحكي له انه انا الماركت ريسيرش واليوزر ريسيرش اللي انت حكيت عنهم ذكرتهم في البروجكت ديسكريبشن موجودين، ممكن انا استعين فيهم في التصميم تبعي ولا انه بدك تحط لي اياهم؟ فممكن انه هنا احط له انه ماركت سلاش يوزر ريسيرش، احط بين قوسين انه if not available. هيك يعني شغل على اصوله، وهذا بحكي له انه حياخد والله ما هذا ريسيرش يمكن ياخد مني 3 اسابيع، 3 weeks. اوكي، بعدين يعني استنادا على هذا الريسيرش حعمل الواير فريم. تمام، وبعدين انه كرييت ويب سايت هنا سلاش موبايل، وهنا ممكن انه برضو نفس الفكرة ويب سايت سلاش موبايل ديزاين، وهذا حياخد مني 2 weeks. انا بعتقد انه هذا التصميم انه حيكون، خليني اخد هاي 3 weeks كمان زي هيك. فبدي انه انا عندي حوالي 6 اسابيع، لا 8 اسابيع، 2 months. تمام، فممكن انه احكي انه in total eight weeks والكوست هي عبارة عن 40 ساعة، او اوكي ممكن احكي 30 ساعة، بديش احكي انه حكون شغال full time يعني. اوكي 30 hour per week ضرب 4 أسابيع في ضرب 8، ضرب 8 لأنه 8 أسابيع ضرب 25 دولار في الساعة، فبالتالي الكوست بتطلع هالقد.
I'm looking forward hearing from you. نعم حط فول ستوب عشان جرامر اللي ما يزعلش. بيست. بيست ريجاردز. نوتنز. فورد. اوكي خلينا ناخد هذا نشوف جرامر لي شو بيحكي عليه. بالمناسبة أنا مش UX UI أكيد أنا ما بشتغل في هذا المجال، ففي منكم أنا عارف أنا وأنا متأكد إنه في منكم بيشتغلوا في هذا المجال ممكن يكتبوا بروبوزل حتى أحسن مني، بس أنا بحاول ألتزم بكل اللي أنا في الستركشر من ناحية إنه قسمت له السعر وعملت استيميت للتايم وأديته التكلفة وأديته سيميلر لينكس. شوفوا الأخطاء تبعتي، الأخطاء تبعتي هذه أنا فعلياً أنا بقع فيها إنه mentioned on the project، هي يفترض in the project. شايفين الجرامر اللي قديش مفيد؟ وهنا بنحط إنه هذا UI UX هي العكس UX UI. وهنا hearing change preposition I'm looking forward to hearing from you. هيك خلصت وضل أنا عندي بس الشغلات في البنكشويشن complex sentence وهنا passive voice use to be done. أوكي شوف شو هو ما اقترح ليش إياها بس أنا خمنتها to be done to be you want it to be done in a comma or you want or can you ممكن اعملها or it is a task in this project. هنا websites comma such as راحت هيك فعليا صار 100% فعليا انه اشي perfect. تمام خليني اخد انسخه احطه اوكي. كمان مرة بقول إنه أنا مش UI UX ممكن حدا تاني في UI UX يكتب بروبوزل أحسن مني بس أنا بتصور البروبوزل هذا أدى المطلوب أو النقاط المطلوبة اللي إحنا شرحناها في هنا من ناحية greeting relevant experience وضحت له إياها the steps وضحت له إياها وهنا the close والsignature وكمان برضو حددت له the hunting question. هذه شغلة كتير يعني هيك يعني ولا بروبوزل أخذ تاني يعني هنا ولا بروبوزل أخذ تاني وأنا ما بدي إياك إنه أي حدا ينسخ بروبوزل من البروبوزلات اللي أنا كتبتها ويسلمها في الواجب. اللي بيعمل زي هيك أنا هخلص عليه. أوكي لازم إنه أنت تتعود تكتب هيك يعني تسيب نفسك شايف كيف إنه يعني أنا كتبت أمامك لايف هذه البروبوزل انا اول مره اشوفها في حياتي فعليا صدقا انه اول مره اشوفها في حياتي وانا ما بشتغل في هذا المجال ما بشتغل في مجال اليو اكس واليو اي. انا المجال تبعي معروف انه انا بشتغل بالديتا ساينس فعشان هيك حاول انه انت تتبع نفس الاسلوب من ناحيه انه تكتب بروبوزلز بهذه الكيفيه انه تشوف كيف الأمور بتطلع معك. طيب هيك احنا كتبنا واحد موبايل واحد ويب
واحد يو اي يو اكس، ممكن انه الجرافيكس، انا مش عارف، انا برضه مش كتير في هذا المجال، ممكن انه اكتب له بروبوزل. خليني اشوف موشن جرافيك ديزاين، وي ار لوكينج فور ا نيو موشن جرافيك ديزاينر، بدهم ديزاينر فيديو كرييتور اكسبيرينس ان كرييتنج فيديوز جيف موشن جرافيكس تكست انيميشن 2D 3D adding sync soundtrack، برضو كمان هنا video editing، applying provided voice over clips، كله يعني graphic design مع video editor مع كل هذه الشغلات. We have a regular project income. We need a video for our client anytime fitness. حيتم استخدامها على السوشيال ميديا. إنه فيديو must be engaged and exciting as، يعني مش أي فيديو، بده الفيديو إنه هو يكون فعلاً إنه يعني engaging، إنه بيجذب اللي بيشوفه، وكذلك إنه مثير للاهتمام. إيش يا أيوب؟ تفضل يا أيوب. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. بالنسبة لل UX UI لو بتقدر تحط لنا إياها تكون من البروبوزل نكتب عنها تكون أفضل، لأنه في ناس بتشتغل UX UI إنه نكتب عن إشي بمجالنا أفضل من إنه نكتب عن الويب أو مثلا أو الموبايل. بدك الواجب الأول إنه إحنا نحط لك من ضمن المشاريع UX UI؟ يا ريت إذا بينفع. حاضر، من عناية تنتين. إيش بدك كمان؟ يسلم عليك يا دكتور، شكرا. حياك الله. طيب مدام، يعني مدام انت يو اكس ويو اي، يعني شو رايك في البروبوزل اللي انا كتبته؟ طيب لا ممتاز. قديش بتديني عليه علامة؟ 4 من 5. يا الله، يعني انت كريم قوي. يعني لا بعرف اللي انساه دكتور، شو نظبطني. طيب عبد أيوب، أيوب خلاص بدك تحكي شيء كمان ولا؟ لا لا تمام. أوكي خلاص. فيديو must be engaging، لأنه حيتم استخدامها كإعلانات وكبروموشن. فيديو will be around 10 to 25 seconds depending on the project. We will provide all stock footage and elements guidelines. The project your standard work will need to be good or better than these examples. يا الله، كان الشغل تبعي لازم يكون أحسن من هذه samples اللي هو حاططها. ففعليا هو بقول لك يعني زي كأنه بتقدر تعمل زي هيك وأحسن منه ولا لا. أوكي خلينا نجرب حظنا. بالمناسبة ممكن برضو أستاذ أمير إنه هو، يعني هو لو حابب إنه يعملكم، يكتب لكم بروبوزل أو يشرح، يعني يشرح لكم في محاضرة، يكتب لكم بروبوزل على الفيديو، يعني على project related الفيديو editing، يعني برضو بكون إنه كويس. أوكي hello أو hi. ممكن إنه البداية تبعتي إنه okay, I am a professional video editor and motion
جرافيكس. I am a YouTuber and YouTuber and a professional video editor slash motion graphics animator. Please have a look at my created videos on my YouTube channel. اوكي، بس انا بحاول انه هيك ابدا بداية مختلفة. ممكن احكي انه besides أحكي إنه في البروبوزل ما عم بيجيش بالسهل، يعني مش إنه هيك تكة وخلاص، يعني إنه هيك الواجب مش إنه مش أنت تقعد والله خمس دقايق وتقول أنا كتبت لي بروبوزل وخلاص، يعني مش سهل الموضوع. يحتاج لتفكير. We have 5+ years of creating on video contents. ممكن احكي انه مونتاج، ميكسينج فيديوز، اوديوز، and worked on these animation cartoons. X and Y animation cartoons. ونفترض انه انا فعلا اشتغلت على هدول افلام الانيميشن الكت، يعني هدول معروفات يعني زي هيك انه هنا انا برضو اشرت له على اليوتيوب، وهنا ممكن انه احكي له انه please have a look at a sample of my work in the port at this link. طبعا الشغل هو حكى انه تاسك مختلفة،
حاولت انه اذكر التاسك هذه المختلفه، انه زي الميكسينج للفيديو والاوديو والمونتاج، وحاولت انه انا ابين هذه الامور هنا. اتفضل يا سيل. ايوه اتفضل يا سيل. هلأ بالنسبة للواجب اللي معنا، بالنسبة لأول واجب اللي هو كتابة المقترح، والثاني إنه كتابة أربع مقترحات، بس هو موجود المشاريع موجودة بس إحنا نكتب البروبوزال. لا. بالنسبة للامتحان لا. النصفي، في امتحان نصفي ولا لا؟ الواجب الثاني تبع المشاريع الأربعة بدكم أنتوا اللي تختاروهم. تمام، يعني احنا نختارهم من منصات العمل الحر، يعني مش صحيح. هيكون موجود صور زي الواجب الاول. صحيح، يعني هنا انت مطلوب منك انه انت تختاري التفاصيل تبعته. هنا اربع مشاريع، انه مطلوب انه انت تختاري اربع مشاريع مختلفة وتحطيها في ملف وورد. مطلوب بتحطي رابط المشروع، وصف المشروع، تمام، وصورة عنه. وصف المشروع بتنسخيه، يعني انه نسخه لصق من المنصة كنص عادي. صورة المشروع من انه اللي بكون منزله يعني. بالضبط، صورة المشروع اللي هو سكرين شوت، والمقترح اللي انت بتكتبيه. تمام، هذه مشاريع انتم بتصيروا حرين انه انتم، بالضبط، حرين انه انتم يعني تختاروا المشاريع اللي حسب مجالاتكم وتكتبوا فيها. يعني اربع مشاريع مختلفة مطلوب من كل واحد منكم. بخصوص الامتحان، يعني احنا في ما عندناش امتحان نصفي، عندنا تكليفات، والتكليفات هي يعني انطلب منكم تقريبا تكليفين، وهي حينطلب منكم كمان تكليفين. ممكن بعد النصفي انه احنا نعمل كويز او شغله زي هيك بكون محسوب على التكليفات النهائيه، بنحكي فيه في حين ان شاء الله. تمام، اوكي. طيب نرجع على الموضوع تبعنا. اوكي، ممكن نستخدم هاي الشغلة، انه if you find my if you find that I am the one that you are looking for, please contact me. Okay, best regards. في شغلة مهمة برضو، إنه break down هنا ما فيش break down. أنا هذا عبارة عن شغل مستمر، يعني هذا ongoing project أو ongoing task، إنه بتحتوي على mix وكذا كذا، فيش step معروفة. ممكن إنه أنا أحكي إنه هنا الكوست هو بده إنه يعني less than 30 hours per week. اوكي بحدد الريت تبعي هنا، ما دام انه هو يعني اكسبرت ليفل وانا عندي الخبره المطلوبه، ممكن انا احكي انه I can commit to work up to 30 hours per week and my rate is قديش وحاطط. اوكي خليها 40. $40 في الساعه. هيك انا حددت انه قديش الافيلابيليتي تبعتي، قديش انا ممكن التزم معها ساعات عمل في الاسبوع، تمام، وقديش الريت تبعي، وهي زي هيك.
مش عارف شو ممكن يحكي عنه. محتاج تحسين كتير. اوكي هذه السبيس يفترض انها ما تكونش موجودة. وهنا فيديو كونتنت، وهنا 30 hour per week بدون سبيس to working up to. هنا if you find that I am okay, the one that you are looking for. No, no, okay, comma. XR 100%. حاليا انه بحسن بشكل كبير. اوكي بتصور هيك خلاص انه it's enough. يعني كتبت حوالي 4 مشاريع مختلفة. اخر نقطة انا بدي اشرحها هي انه انا حطيت لك على هنا في ضمن المصادر الاثرائية في الاخر حطيت لك انه writing proposal as a freelancer tips and tricks. وفي برضو سايت يعني سايت تاني steps to write a five steps to how to write a freelancing proposals. هدول اللينكات هيهم هنا السايتس هدول هنا خليني افتح لك اياهم واحد واحد. هذا to writing proposals as a freelancer steps and tricks. فعليا انه هو بروح بقسم لك البروبوزل هيو لمناطق. فهذه خليني افتح لك اياها انه فتح الصوره في تبويب جديد عشان انه تكون واضحه كثير. شايف انه هو فعليا بعمل لك اياها كصفحه رسميه وبترويسه. احنا ما بتهمنا الترويسه هذه لانه انا عندي طريقه تقديم. يعني لما اجي اعمل سبميت للبروبوزل انه هنا في حقول انا ممكن انا اعبيها لكتابة البروبوزل. فأنا مش هتقيد بالحقول اللي هو كتبها. لكن أنا إيش بهمني؟ بهمني إنه النقاط هذه اللي هو ذكرها إنه هذه هيها 1 2 3 4 إنه هي 5 6 7 8 إنه هي إيش هي هذه. تمام خلينا نطلع على واحد. واحد إيش هي؟ عبارة عن المعلومات أو عنوان الشركة. يعني لقدام انت لما تعمل ايجنسي ممكن انه انت فعليا انه انت عندك في البروبوزل هنا ممكن ترفق البروبوزل هذا as انه هنا cover letter هنا attachment انه انت تعمل له upload زي هيك. وبالتالي انت بيكون عندك كتمبليت. وممكن انه يعني تحط انت معلومات الايجنسي تبعتك لو انت فعلا عملت فريق تمام وصرت تجيب شغل وتوزع على الفريق تبعك. فممكن انت تحط عنوانك هنا كشركة او كايجنسي بهذا الشكل والويب سايت تبعك وكل هذا الامور. فعليا في كتير من الايجنسي والشركات بانه يعني فعلا هي متواجدة على الابورك وتطلع على قديش الايرنينج تبعها فبتلاقيه انه بالملايين. فهذه شغلة متقدمة لقدام انت ممكن تطلع عليها. هذه رقم واحد. رقم اثنين هنا اسم الكلاينت وعنوانه. طبعا هذه الشغلة انه ما بتكون ظاهرة بالنسبة لإلك انه الكلاينت هذا مين هو. المعلومات عنه مش كتير انه حتكون ظاهرة عندك في الاول. انه هي مثلا انه هذا الكلاينت انه هي موجود في سعودي أريبيا لكن اسمه مش معروف. يعني ما بكونش ظاهر عندك. لكن فعليا اذا انت صرت انه انت بتتعامل مع شركات وبتقدم لها بروبوزلز والشركات هذه اللي انت بتتعامل معها معروفة فممكن انه انت يكون عندك في التمليت هنا
معلومات الكلاينت وعنوانه البريدي، تمام. وهنا رقم ثلاثة اللي هو رقم الكلاينت، انت بتكون انت فعليا انه زي انت بتقدم عرض سعر للكلاينت وبتحط له رقم وبتحط رقم للبروبوزل وتاريخ. وهنا بتحكي العنوان انه بروبوزل لا سيرفيس تو بي كومبليتد سلاش كمباني نيم، انه انت بدك يو اي يو اكس، بدك موبايل ابلكيشن، بدك كذا. Dear client, it was great to speak with you. هذه بعد ما انت انه انت تحكي معه وتتفق معه في الشات، تمام، انه على النيو بروجكت، انه البروجكت ديسكريبشن، تمام، انه having all that we discussed yesterday in mind، تمام، please find below the budget we have estimated. فانت بتقول له انه هذا المحتوى تبعتنا، انه فعليا انت ممكن يكون في عندك سكايب ميتنج وانت تعرف انه ايش هو اللي بده اياه وتروح تبعت له بروبوزل. هذا يعني انه لبعض الكلاينت فعلا انه هي بتحتاج انه انت تعمل معها سكايب ميتنج او انترفيو عشان انت تقدر تعرف ايش المتطلبات تبعتها، تمام. if you have any question in the pricing or كذا 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 please let me know. هاي تفاصيل العرض، هاي الاستيميت. هذه فعليا هي عباره عن المايلستون، هاي WordPress web design hosting maintenance task service title description. فبالتالي انه يعني انت مقسمهم زي هيك، فانت حتقول انه هنا انه الكوست تبعتها قديش، وهنا انه اليونت بالاور، وهذه حتاخذ 100 ساعة في $50 حتطلع 5000. والمينتيننس هذه شهرية، انت بتاخذ منه $100 شهرية على المينتيننس وهكذا، تمام. فبتطلع له التوتال هنا، وهنا التايم فريم، هذا بالنسبة للمايلستونز، وهنا التايم فريم. ففعليا انت يعني لو طلعت على ايش النقاط اللي بتشبه الشغلات اللي انا طلبتها منك في البروبوزل، اللي هي الشغلات المتعلقة بالتايم، وكذلك الشغلات المتعلقة بايش كمان، خليني احطها هيك، الشغلات المتعلقة بالمايلستونز، تمام، وبالتايم فريم. هذه شغلة كتير أساسية أنه تكون موجودة عندك في البروبوزل. فهي فكرة البروبوزل، هذا أنه هذا كتمبليت، أنه لو أنت بدك تشتغل كفريلانسر، هاي المقال كاملا، وهي بشرح لك أنه your name potential client detail object scope of the service estimate with net price with tax مع discount with total amount. وهنا في additional information، ممكن انت تحطها time frame personal recommendation. لو هو فعليا انه انت بتقول له انه انت في عندك، انا ممكن اطور لك الويب سايت باستخدام طريقتين، هذه طريقة حتكلفك كذا وهذه طريقة حتكلفك كذا، والrecommendation تبعي انه هل قد او الrecommendation تبعي هذا الخيار، وبقية الشغلات هذه هيها في البروبوزل. طبعا هنا بركز انه اظهر نقاط start strong، ابدا يعني زي ما انا بحكي انه I am a professional web designer، I am a professional web developer عفوا، او يعني be specific، يعني خلي البروبوزل تبعك specific. هذه بس انه spelling and proof reading برضو، هذه الشغلة انا عديتك اياها كتلميح وورجيتك كيف انت ممكن تستخدم الجرامرلي عشان انه هي فعلا تنقح الكتابة تبعتك، تمام. فهذا فعليا انه هذا السايت الاول، فعلا انت ممكن تستفيد منه في بعض النقاط. هتلاقي انه النقاط اللي انا طلعت لك اياها فعليا انه هي يعني انه فعلا انه لازم تكون في البروبوزل، عشان هيك انه انا ححاسبك عليها بشكل اساسي، انه والله البروبوزل اللي انت بتكتبه مش موجوده في هذه النقاط، خلاص علامتك اتبخرت، ما تناقشني ولا تجادلني في هذا الموضوع بالمره. طيب السايت الثاني انه 5 steps how to write a freelance proposal. طبعا هذا انه 2020. هنا نبدا في ايش التيبس اللي معطي لك اياها. Make a strong entrance. ابدأ بداية قوية.
تمام sell your strength. هذا الكلام أنه كنت أوجه لك إياه فعليا في الأمثلة اللي أنا كنت أكتب لك إياه. يعني هنا لاحظ كل اللي أنا كتبت لك إياه. يعني هنا I am professional web developer with plus 3 years. هذه شغلات قوية فيها أنا وضحتها هنا. فأنا يعني فعلا بديت بداية قوية ووضحت الشغلة هذه. هنا على البروبوزل الثاني أنه البروبوزل الثاني I worked with UX UI with for similar websites such as كذا كذا كذا. Please have a look at كذا. تمام. I am a YouTuber. فبالتالي هنا أنا ورجيت نقاط القوة والسكيلز اللي موجودة عندي. تمام. وفي الآخر هذا إنه developing mobile apps using Flutter is my game, my joy إلى آخره من الكلام هذا. ففعليا أنت هذه التيب إنه هي يعني واحد واثنين إنه فعليا انه احنا طبقناها. رقم ثلاثة anticipate and answer questions. anticipate and answer questions من البروبوزل نفسه يعني هو بطلب منك انه انت يكون في عندك معرفة او قدرة انه انت تشتغل على التيم. فانا برضو بروح بجاوبه على الشغلة هذه انه انا فعليا انا اشتغلت على تيم واشتغلت على سكرام وكل المشاريع السابقة اصلا كانت تيم وشغلات زي هيك. تمام. هنا select and include relevant work sample وهذا فعلا احنا عملناه. use visually appealing freelancing proposal layout اللي هو visual appealing freelancing layout اللي هو زي اللي layout هذا اللي انا ورجيتكم اياه. تمام. هنا ببدا يشرح النقاط هذه بالتفصيل انه strong entrance. تمام. هنا انه captivating entrance that excites showed you did research deliver actual value الى اخره من هذه الشغلات. هنا بدلك على بعض الويب سايت start by finding a right remote freelancing gig and sites like Cortana, remote.co, Hubstaff, Talent. تمام. هذه فيها resources انت ممكن برضو تستعين فيها في الموضوع. تمام. النقطة الثانية ايوه sell your strength برضو يبدأ يشرح فيها بالتفصيل. تمام. anticipate and answer question برضو ببدأ يشرح فيها بالتفصيل. طب الكلام راحته معظمه وأنا بكتب في البروبوزال select and include relevant sample. تمام. It is essential that your portfolio and the proven work sample speaks for themselves. يعني بيحكوا بأنفسهم. تمام. طبعا كل واحد ممكن يستعرض العضلات تبعته بمناطق مختلفة. يعني المبرمج ممكن يستعرض العضلات تبعته في الجيت هاب، الديزاينر ممكن في البي هانس وهكذا. فبالتالي البورتفوليو تبعتك لازم انه هي تكون انه جاهزة. فعليا البورتفوليو تبعتكم لازم انه كل المشاريع اللي انت اشتغلتها في الجامعة، مشاريع المواد انا بقصد، او حتى مشاريع انه انت اشتغلتها تطوعا، لازم انت تحطها يا اما على البي هانس يا اما على البورتفوليو تبعت منصة العمل الحر نفسها أو على الجيت هاب حسب طبيعة الشغل هذا. هيك تقريبا أنا بكون خلصت كل التلميحات وكل الملاحظات أو يعني الجايدلاينز اللي أنا ممكن أعطي لك إياها في كتابة البروبوزل. مرة تانية بأكد أنه هذه الشغلات ما فيش فيها صح وخطأ، بس لازم أنت تلتزم بالنقاط اللي إحنا حددناها الأول. هذه هي النقاط. تمام. الشغلة الثانية إنه بأكد مرة ثانية إنه أنت ما تحاول إنه أنت تستخدم أسلوب كتابة إنه أنت يعني جايبه من مكان هنا، أو تحاول إنه أنت تقلدني أنا شخصيا. تمام. حاول إنه أنت تكتب بأسلوبك. أنا يعني المعيدين أنا يعني وصلت لهم
انه في كتابه البروبوزل او في تصحيح الواجبات انه من الان فصاعدا حيدوكم فيدباك. الفيدباك هذا مهم جدا، انه انت في عندك ضعف في المنطقه الفلانيه عشان انه انت تحاول انه انت تصححها. فرجاءً رجاءً إنه كل البروبوزلز اللي أنا كتبتها ما تحاول إنه أنت تقلد ولا واحد منها. زي ما أنت شايف أنا كتبت حوالي 4 بروبوزلز مختلفة تماماً عن بعض، وأنا بطلب منك إنه أنت هذا التحدي بالنسبة لإلك إنه أنت تكتب بروبوزل مختلف تماماً. هذه شغلة. الشغلة الثانية إنه أي حداً كان البروبوزل تبعه بيشبه بروبوزل حداً ثاني، فخلص هما التنين علامتهم في الباي باي بدون أي مراجعة ولا إخطار ولا أي حاجة، خلاص يعني. فأنت حافظ على البروبوزل تبعك رجاءً، خلاص اكتب البروبوزل تبعك وسلمه، ما تشاركه مع أي حدا تاني، تمام؟ فالآن بفتح لكم مجال الأسئلة لو في عندكم أسئلة أو استفسارات قبل ما أنهي الجلسة. إذا في حدا عنده أي استفسار أو سؤال يرفع إيده، يعمل رايز للهاند. اوكي، انا ممكن اسمح لكم انه انتم تعملوا انميوت نفسكم الان، فانتم ممكن تحكوا بشكل مباشر حاليا بدون ما انتم ترفعوا ايديكم، وكذلك انه هاي الشات برضو كذلك مسموح لكم اذا انتم بدكم تطرحوا اي تساؤل او انه تكتبوا على الشات. سوري، يعطيك العافيه. الله يعافيك. بس بالنسبة للواجب، بس لو في إمكانية بس لو تمددوا شوية، لأنه الفترة الجاية في عندنا امتحانات نصفية، فلو في إمكانية بس مددوا يعني كمان أسبوع يعني على الأقل. شيء هو الواجب تقديمه، الواجب الثاني تقديمه هذا يوم الأربعاء 25، الواجب الأول الواجب الأول الواجب الأول تسليمه يوم 17 نوفمبر. يا راجل احنا في 10 نوفمبر، انت عندك اسبوع من الآن، وهذا بس بروبوزال واحد. ما هو الاسبوع هذا كله امتحانات، حيكون في متطلبات وفي تخصص. طيب لو حطيت لك إياه 15، عفوا حطيت لك إياه خميس يوم 18، يوم 19 بيمشي الحال. تمام تمام دكتور، خلص ولا تزعل نفسك. يسلموا كتير. في حدا تاني عنده سؤال استفسار؟ تسجيل راح تنزل على الموديل. أوكي صحيح، راح ينزل على الموديل. هذا يوم 19. طيب بدي أشوف بدي أشوف يا ياسر، أنت حتغير كلامك هذا في آخر الفصل ولا حتضلك على كلامك هذا؟ لا ذكرت هذا الكلام أنا في السياق، إنه أنا في عنا تكليفات نصفية وما فيش عنا امتحان نصفي. أوكي، في أي أسئلة متبقية؟ لا الصور
واضحة. وممكن إن أنتوا تدوروا على ممكن إن أنتوا تدوروا على نفس الإكزاكت تايتل، في منهم إنه لسه موجودين على منصة الأبورك، فبالتالي إنه بيصير يعني ممكن إنه تاخد يعني البروبوزال نفسه ممكن إنه أنتوا توصلوا له، لكن الصور واضحة ماشية حالها يعني مش تمام. اه طبعا انت مسموح لك انه انت تسلمي، او مسموح لك انه حسين مسموح لك انه انت تسلم لغاية 5 محاولات، فبالتالي انه انت بس يسلم الواجب الجديد او سلم الملف الجديد، فخلص انه اخر واجب هو اللي راح ينحسب لك. تمام، الله يعافيكم. اللي ما عنده سؤال ممكن انه هو يغادر حاليا، اللي باقي عنده سؤال يا اما بيكتبه او خلاص خلينا ننهي اللقاء. يعطيكم العافية جميعا.